والآن ينضم إلينا هاتفيا محمد شادي الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية والاقتصادية. أستاذ محمد أهلا بك، ويعني في البداية حدثنا عن آخر تطورات الوضع الاقتصادي العالمي في ظل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. اهلا بحضرتك فندم مستر المشاهدين. طبعا اولا يعني زي ما حضرتك عارفه ان روسيا واوكرانيا دول من اهم الدول، من اهم مصدري المواد الخام في العالم. فالحرب اللي حاصله دي منعه، زي ما التقرير كان بيقول حالا، منعه خروج المواد الخام، خصوصا بعد ما حصلت روسيا مواني بحر ازوف كله، ودلوقتي ما عادش عند اوكرانيا غير ميناء واحده كبيره اللي هي ميناء اوديسا هي اللي ممكن تخرج منها المواد الخام. كانت اوكرانيا اقترحت ان هي تبعت المواد الخام الى رومانيا وتخرج من البحر الاسود برضه، لكن تعذر دوت بسبب التكلفه المرتفعه جدا وبسبب تعطل اللوجستيات. الموضوع دوت عامل ضغط شديد جدا على السلع الاساسيه، رافع اسعار السلع الاساسيه لمستوياتها التاريخيه في المعظم، يعني عند حضرتك النحاس، الالومنيوم، البلاديوم، القمح، الذره، معظم المواد الاساسيه كلها، سواء من سلع الغذاء او من سلع الطاقه او حتى المعادن، مرتفعة لقرب مستوياتها العالمية. في بعضها تجاوز مستوياتها العالمية، يعني عندنا المؤشر الـ OECD فاو بيقول دلوقتي ان احنا عند اعلى معدل، اعلى ثمن للغذاء في العالم من اول لما المؤشر اتعمل في ثمانينات القرن اللي فات في التاريخ يعني عموما. بالتالي ده مؤدي الى ارتفاع معدلات الاستهلاك في العالم كله، معدلات التضخم في العالم كله. معدلات التضخم المرتفعه دي المفروض ان يعني البنوك المركزيه عشان تواجهها بترفع اسعار الفايده. اسعار الفايده لما بترفع زي ما حضرتك عارفه بتقلل النشاط الاقتصادي، وده هياخدنا بعد كده بسرعه جدا وبسرعه جديده الى موجه ركود. موجه الركود اللي هتاخدنا دي هترجعنا تاني لمستويات النمو الناتج المحلي الاجمالي، او ممكن تؤدي بنا الى انكماش اصلا مش نمو زي في جائحه كورونا. بما ان حضرتك تحدثت عن الركود، خليني اسالك يا فندم عن مصطلح الركود التضخمي، هذا المصطلح نتابعه منذ تداعيات كورونا مرورا بالازمه الراهنه التي نحن بها. ايه ابرز امثله هذا الركود التضخمي، وهو مصطلح اعتقد جديد من نوعه في المسائل الاقتصاديه؟ هو المصطلح بيعاد يعني استخدامه كل ما بيحصل الازمه الموجوده دلوقتي. انا هدي لحضرتك مثال بسيط جدا. المفروض انه اسعار السلع لما بتغلى، لما بترتفع طلب عليها بايه؟ يعني لو حضرتك مثلا دلوقتي بنشتري قميص ب 20 جنيه، لو ارتمى وارتفع ل 40 جنيه، المفروض ان الطلب عليه المفروض يتشرى بشكل اقل، لان المفروض كنت هشتري قميصين دلوقتي هشتري قميص واحد، فبالتالي عدد السلع ارتفع، عدد السلع اللي انا هشتريه قل. اللي حاصل بقى انه رغم عدم الشراء الاسعار بتزيد. المفروض ان انا في العكس بقى، في عكس الظاهره دي، كل ما اثمان السلع انا ما اشتريهاش اسعارها ترخص. نعم. فالعكس بقى اللي حاصل، احنا عندنا مشكلتين مع بعض، اسعار السلع بترتفع ومحدش بيشتري في نفس الوقت، ودوت عامل بقى الضرر بقول لحضرتك عليها الركود التضخمي. ركود يعني ايه؟ يعني السلع واقفه ما بتشتراش وفي نفس الوقت التضخمي يعني اسعارها بتزيد. فده معنى المصطلح، والمصطلح دوت شديد الخطوره، وهو ظاهره عامله زي ما يكون حضرتك حاطه رجل في ميه بارده ورجل في ميه سخنه. حضرتك مش عارفه تشيلي يعني ايه اللي بوجعك اكتر. هو دي الفكره كلها. البنوك المركزيه عشان تعالج التضخم بترفع اسعار الفايده، فالفلوس اللي في السوق تدخل البنك. طب عشان تعالج الركود بتطلع الفلوس من البنك تدخلها السوق. المشكله بقى ان يبقى عند حضرتك المرضين مع بعض، الحالتين مع بعض، هترفعي الفايده ولا هتنزليها، هترفعي الضرايب ولا هتقلليها، وهكذا. الظاهره دي مسيطرة حاليا على الاقتصاد الامريكي، شبه دخل فيها، عندنا معدلات تضخم في فبراير اللي فات، ومنتظرين الشهر ده برضه معدلات تضخم مرتفعة عند 7.9%، وده أكبر معدل من 40 سنة. منطقة اليورو عند 5.8%، وده أكبر معدل منذ إطلاق العملة الموحدة. عندنا ظاهرة تضخم عالية جدا، وظاهرة التضخم دي متصاحب معاها ارتفاع لمدركات الركود، يعني او المؤشر اللي بيحذر من الركود عند 700 درجه. الوقت اللي كان فيه في كورونا وقت الركود فعليا عند 700 درجه. احنا كده زي ما قلت كده عندنا الازمتين مع بعض وعندنا الضغطين مع بعض، عشان كده العالم وضع لا يحسب عليه. طيب دكتور استاذ محمد، يعني ما هي اكثر الدول التي ستتاثر جراء هذه الأزمة الروسية الأوكرانية اقتصاديا؟ وتابعنا طبعا اليوم، يعني نتابع طوال الوقت، ولكن اليوم كان هناك يعني صور مؤلمة لبعض المواطنين في بريطانيا من ذوي الاحتياجات أو الذين لديهم يعني ظروف خاصة، وهم يضطرون إلى الاختيار ما بين التنفس كما جاء الخبر وما بين الطعام بسبب هذه الأزمة وأزمة ارتفاع الأسعار. أكثر الدول التي ستتأثر في الفترة المقبلة؟
استاذ فندم، هو التأثر ده بمستويات. المستوى الأول إن حضرتك أصلاً ما تلاقيش السلع اللي تاكليها، يعني ده مستوى من المستويات، وده هيظهر عن الدول التقيلة بشكل أكبر. يعني بدل بس يعني ما العالم لاقي الأسعار مرتفعة، لا ده هو ده مش لاقي أصلاً سلع يشتريها، يعني السلع مش موجودة عنده. وده بسببين، السبب الأول ارتفاع أسعار السلع نفسها، فقد مخزونات النقد الأجنبي عند الدول دي. ثالث حاجة تعقد الطعام للمراكز دي، أول واحد. الحاجة الثانية عند حضرتك نوع ثاني من الدول، دي الدول النامية، هتشهد ارتفاع لمستويات الأسعار وارتفاع لمستويات الفقر. والدول دي هيحصل عندها كده لأن السلع بترتفع عليها، مخزوناتها النقدية بتقل، لكن عندها مخزونات من الطعام. واحنا احنا احنا واحدة من الدول دول اللي احنا عندنا مخزون ضخم جدا من الطعام، عندنا مخزون دولاري مريحنا جدا، لكن هنشهد ارتفاع لأسعار السلع، وأسعار السلع دي هتأثر على مستويات معيشتنا. في دول ثانية هتشهد بقى يعني 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 نوع من يعني نوعين من الاثنين مع بعض. الدول المتقدمه اللي ما عندهاش شبكه امان اجتماعي زي بريطانيا زي ما حضرتك قلت كده، شبكه الامان الاجتماعي لمفردات الدول الناميه زي عندنا كده، زي حضرتك الدعم، زي حضرتك تكافل وكرامه، زي التموين وهكذا. يعني ده بالذات حضرتك بتقلل اثر الصدمه على الناس. في بريطانيا ما فيش دوله عندها اجتماعي، ما فيش نوع من انواع الدعم الاجتماعي بالمنظر الموجود عندنا في مصر، اللي هي دوله الرفاهيه يعني اللي احنا بنتكلم عليها، او راسماليه الرفاهيه. الوضع في بريطانيا اكثر، يعني الوضع في بريطانيا ده اقتصاد حر. حضرتك اذا اشتغلتي هتاكلي، ما اشتغلتيش مش هتاكلي. ده اللي حصل بالظبط. حضرتك دلوقتي البريطانيين بيتعرضوا، ومش البريطانيين بس، عدد كبير جدا من الدول بيتعرضوا لفقدان وظائفهم. الفقدان الوظائف ده جاي بسبب ارتفاع الاسعار اللي قلت لحضرتك عليه. ارتفاع الاسعار مسبب ان السلع بتتشرى اقل، فبالتالي المصانع ما بتنتجش كفايه فبتسرح العمال بتوعها. ده جاي معاه بالجهه الثانيه ارتفاع الاسعار السلع الموجوده في السوق. انا كنت بشتغل امبارح كنت باخد $1000، النهارده باخد اعانه بصاله حوالي $200. السلع الموجوده في السوق امبارح كانت حوالي يعني نوع السلع الاساسي كانت ب $100، النهارده ب $500. فبالتالي انا ما بين خيارات صعبه للغايه، يا اما اكل يا اما اخد الدواء، يا اما اكل يا اما اتنفس وهكذا يعني. وده مسلسل التأثر الثلاثة، أقل المتأثرين الناس اللي عندها زي حضرتك ما قلت يعني وضع دولة نامية، عندها شبكة حماية هي كويسة جدا، عندها مخزونات من السلع الغذائية، عندها مخزونات نقدية. ده يخليني أسأل حضرتك عن الموقف المواطن المصري والسلوك اللي ممكن يتابعه في المرحلة القادمة روشتة، يعني لو نقدر نبسطها بهذا الشكل، لأنه زي ما حضرتك ذكرت أنه الموقف المصري السلعة موجودة ولكن سعرها هيغلى، في مناطق أخرى عديدة السلعة أصلا مش موجودة، فالسلوك اللي حضرتك شايفه في المرحلة القادمة كيف يكون؟ اولا نرتب اولوياتنا الشرعيه، يعني احنا الناس كلها هتبقى مضغوطه الفتره اللي جايه، الدوله دخلت بما تستطيع ان تدخل بيه، يعني سواء بعض انواع الودائع يعني زي 18% ده من ناحيه، في نفس الوقت كمان قدمت يعني الزياده اللي كانت في 7 قدمتها في 4، فالدوله عملت جزئيا دورها في ضوء المتاح وضوء قدرتها المحدوده وعدد المستحقين الكتير. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، الجانب الثاني اللي الدوله المفروض تعمله كمان والمفروض المواطنين يتعاونوا معاها فيها، رقابه السوق، ضبط السوق. حضرتك عارف احنا في سوق راس ماليه الناس كلها ممكن ترفع اسعارها براحتها، لكن في نفس الوقت بقى اجهزه الرقابه بتاعتها زي مثلا جهاز حمايه المستهلك، جهاز حمايه المنافسه ومنع الممارسات الاحتياليه، وجهاز منع الاغراق. الثلاث اجهزه يشتغلوا علشان يضبطوا السوق، مش يراقبوه بقى، لا يضبطوه، ما يخلوش حد يحتكر سلعه، ما يخلوش حد يخزن سلعه تخزين مفرط، ما يخلوش حد يعني يتفق مع بعضه عشان يحدد سعر معين في السلعه دي، سواء التجار بتوعها او المشترين بتوعها. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، المواطنين يكونوا اكثر فاعليه. اذا كان في سعر احنا مثلا ما بنستوردش خضار وفواكه من الخارج، دي احنا بننتجها، احنا بنصدرها اصلا، بالذات الموالح وبالذات الطماطم وهكذا. اذا شهدت ارتفاع الاسعار دي، المفروض المستهلكين نفسهم يكونوا اوعى ويبداوا يتكونوا مع بعض، يشكلوا جمعيات استهلاكيه زي ما بيحصل في اي حته في الدنيا، ونقاطع السلعه اللي بترتفع بحيث ان احنا نقلل الطلب عليها، صاحبها يضطر ان هو يخفضها. طيب دي نقطة مهمة جدا استاذ محمد، يعني الدولة فعلا والمؤسسات المختلفة المعنية بهذا الشأن او بفكرة يعني عدم، اولا عدم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه او عدم استغلال المواطنين، يعني ما هي الإجراءات والخطوات التي تتخذها الدولة الآن لمواجهة اي مشاكل من هذا النوع قد تحدث؟ طب انا زي ما قلت لحضرتك كده، المفروض ان احنا يبقى عندنا حضرتك، احنا رقابه السوق دي بتيجي على 3 مستويات. المستوى الاول هو رقابه جوده السلع المعروضه،
وتوفر المخزون، دي اول حاجه. دول بيعملوها اجهزه التموين ومباحث التموين. الاثنين زي ما حضرتك شايف الفتره اللي فاتت مكثفين تواجدهم بشكل كبير جدا. حضرتك كل يوم بقيتي تشوفي تقرير عن وجود جهود الجهازين، وده تقارير يعني فائدتها الاساسيه ان هي تقول للناس انه اذا كانت اذا كان الرقابه واذا كانت اليقظه بتاعت الاجهزه دي بادي عن 80% دلوقتي احنا وصلنا ل 105% وما فيش اي تهاون مع اي حد يتلاعب في السوق، سواء بقى يعني بيشتغل بسلع مش مظبوطه بيخزن مخزون يعني بشكل مفرط يعني بحيث ان هو يعلي السلع او هكذا. النوع الثاني من المستوى الثاني من الرقابه هو مستويات التنظيم، مستويات تنظيم السوق اللي هو ما يبقاش في حد بيحتاج سلعه معينه، يعني واحد بيجيبها مثلا من بره فبيتحكم في السعر، هو اللي بيعرضه لوحده، هو اللي بيتحكم فيه لوحده بيحدده لوحده يعني، او بيحدد جزء كبير منه لوحده. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان يحصل اتفاق ما بين التجار سلعه معينه، مثلا نقول مثلا البصل مثلا، لو عندنا مثلا خمس تجار بيشتغلوا في البصل ويتفقوا ان هم يرفعوا السعر ورفعوا السعر، ده المفروض اجهزه حمايه السوق تقابله وتواجهه وهكذا. المستوى الثالث بقى فندم هو منع دخول منتجات بسعر اقل من السعر اللي بتتعرض فيه في بلدها عندنا هنا بسعر اقل منه، لانه دوت هيهبط المنتج المصري وهيهبط الصانع المصري، لانه هيدخل ياخد جزء كبير من السوق لفتره مؤقته لغايه لما الموجه دي تنتهي، وبعد كده يكون الصانع بتاعي قفل او 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 بيته اتخرب والناس اللي عندي اتسرحوا، العمال بتوعي اتسرحوا، بالتالي ده اثر بشكل فظيع علينا. يعني انا بدل ما بستورد السلع ده بشغل العمال بتوعه في الخارج والعمال بتوعي قاعدين في البيت. دول الثلاث مستويات بتوع ضبط السوق، المفروض الثلاثه يشتغلوا في تناغم عشان في النهايه الى نوع من انواع الضبط الكويس اللي ما يحصلش عندنا يعني امتدادات او تاثيرات طويله الامد في ظل الازمه. طب بما ان حضرتك تحدثت عن العماله، هل من الممكن انه هذه الازمه تؤدي بشكل من الاشكال الى بدفع الموظفين في اي قطاعات رئيسيه للبحث عن اماكن اخرى برواتب مختلفه؟ لانه ده كان تقرير الحقيقه جه في ذا جارديان عن هذه المساله وتحذير للنقابات في بريطانيا، هل احنا عندنا رفاهيه هذا الامر يمكن ان يحدث هنا كذلك؟ ما احنا يعني احنا الوضع عندنا مختلف تماما عن بريطانيا، احنا عندنا حاجتين، الحاجه الاولى المفروض نلتزم باماكننا حتى لو الضغط دلوقتي يعني على الاجور ما ارتفعتش بالشكل المناسب، انا على الاقل احافظ على وظيفتي عشان يفضل افضل يعني يوصل لي درجه دخل الخليني حتى ثابت على الاقل. الحاجه الثانيه ان احنا نخرج خالص بقى من اطار الوظائف التقليديه سواء حتى في الحكومه ولا في القطاع الخاص، ونتجه الى رياده الاعمال ونتجه للاستثمار باذنه، خاصه في دور السلع الموجود دلوقتي، لانه ده وقت كويس جدا للاستثمار، لانه في فرص كتير جدا في السوق. وضوح حضرتك ازاي؟ اعلي دخلي بالطريقه دي، او ان انا اعمل تجاريه، اعمل اشتغل شغل تاني جنب الشغل الاولاني وهكذا، لكن على الاقل خالص افضل محافظ على وظيفتي اللي بتامن لي الحد الادنى من اللي بجيب، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه يا فندم ان اصحاب الاعمال كمان اذا لقوا ان هم بيحققوا يعني مكاسب في ظل الارتفاعات السعريه دي، المفروض اصحاب الاعمال ينعكس المكاسب دي على العمال فورا، العمال هم اللي بيشتغلوا، ده راس مال حضرتك وحضرتك اللي بتدير وحضرتك المنظم، وده يعني 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 الادخار بتاع حضرتك، لكن كمان العمال هم الاساس وهم اللي من غيرهم مش هتعرف تعمل ربح. فالمفروض في ظل الازمه الحاليه نشوف انعكاسات للاسعار الزياده دي على اجور العمال زي ما الدوله عملت، الدوله بنفسها ودت اجور زياده كمان القطاع الخاص اللي هيقدر يحقق ارباح في الفتره دي بسبب الارتفاعات اللي حصلت، المفروض الارتفاعات دي تنعكس فورا على اجور العمال. طب من حضرتك برضه خلينا نتكلم على القطاع الخاص ودوره في هذه المرحله. قبل هذه الازمه مع تداعيات ازمه كورونا كان هناك حديث من الاداره المصريه بالاهتمام بالقطاع الخاص وانه يجب ان يكون له دور اكبر في هذه المرحله، بما انه الازمه الحقيقه وصلت الى الداخل المصري بشكل او باخر، ايه الدور اللي على القطاع الخاص؟ وهل نريد على سبيل المثال تشريعات لتوسعه افاق تحركاته في السوق المصريه؟ ان القطاع الخاص في اي حته في الدنيا هو اللي بيتضلع بدور التنميه الرئيسي، يعني القطاع الخاص في اي حته في الدنيا هو المحرك الرئيسي للتنميه. طب والدوله دورها ايه؟ الدوله بتشتغل دور المنظم زي ما كنت بقول لحضرتك من شويه كده، الدوله دورها انه اذا في حد بيعمل حاجه غلط ترجعه، لكن تسيب التفاعلات بتاعت السوق كلها تحصل علشان يحصل عندنا منافسه ويحصل عندنا بحث علمي ويحصل عندنا تقدم في دور القطاع الخاص ويحصل عندنا تشغيل. حلو الكلام. المشكله حضرتك ان احنا عندنا حقيقي منظومه من القوانين الدوله كانت بتشتغل عليها، والدليل على كده ان احنا كان عندنا حاجه اسمها البرنامج الاصلاح الاقتصادي الهيكلي، ده كان المرحله الثانيه من برنامج الاصلاح الاقتصادي، وكان بيتكلم في ضوء ان هو لازم نعدل الاطر والتشريعات والتنظيمات بتاعت السوق عشان نفتح مجال اكبر للقطاع الخاص. طب الدوله كانت موجوده ليه في في في
في المرحله الاولى 7 سنين الاولين من فتره الاداره الموجوده دلوقتي، علشان القطاع الخاص نفسه كان محجم عن الاستثمار، القطاع الخاص ما كانش عاوز يدخل بسبب المقاطعه الموجوده في السوق، الدوله دخلت شالت السوق في الاول، عملت مساكن، عملت طرق، عززت الوسط او البيئه اللي هي المفيده للقطاع الخاص، علشان بعد كده تقول له اتفضل احنا جهزنا لك الملعب، اتفضل العب بقى وجيبه. للاسف عجلتنا جائحه كورونا، ويعني خلت في صعوبه دلوقتي لدخول السوق المصري او التوسع في الاستثمار، لكن المفروض كمان لانه الصعوبه دي موجوده دلوقتي، يعني المفروض الناس اللي موجوده تتوسع وتشتغل بشكل اكبر. هل ممكن نقول استاذ محمد، هل ممكن نقول ان فعلا يعني تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي جعل الامور، يعني حتى وان كان هناك ازمه يعاني منها العالم وبالتالي مصر هي جزء من العالم، ولكن جعل الامور اخف في الشده وفي الوطاه على مصر، يعني عما اذا لم يكن هناك هذا البرنامج او لم يطبق؟ ده بالتاكيد 100%. انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه بسيطه جدا، انا كنت لسه بقول لحضرتك دلوقتي على حاجتين، اول حاجه المخزون السلعي والمخزون الدولاري، الاثنين دول هم النواتج، يعني ده نواتج، يعني مش المهمه، ده واحده من النواتج اللي برنامج الاصلاح الاقتصادي عمل. يعني عند مثلا حضرتك مثلا كده المشروع القومي للصوامع، ده واحد من نواتج برنامج الاصلاح الاقتصادي، المشروع القومي للطرق اللي هيسهل حركه النقل ويسهل انتقال الطعام والسلع بشكل اساسي، ده واحد من نواتج البرنامج. عند حضرتك التوسع في 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 في, في مخازن السلع الاستراتيجيه، ده واحد من نتائج البرنامج. عند حضرتك اسمه ايه دوت الثلاجات اللي اتعملت بشكل كبير جدا عشان تحفظ اللحوم والدواجن، ده واحد من نواتج البرنامج. ال 40 مليار الموجودين في البنك المركزي اللي احتاج البرنامج بتاع البنك المركزي دلوقتي اللي كان وصل ل 45 مليار قبل كورونا، الاعلى في تاريخه، ده واحد من نتائج البرنامج. السهوله في دخول السوق والخروج منه، التدفقات الاستثماريه اللي داخله السوق، ده واحد من نتائج البرنامج. شركات البترول اللي بتشتغل بعد ما اخذت مستحقات حقل زهر اللي بتصدر منه غاز دلوقتي، واللي مخلينا دلوقتي مكتفين من بشكل كبير جدا من الطاقه، ومخلي المحطات بتاعت الكهرباء بتاعتنا دايره في ظل ان العالم فيه متوقف، ده واحد من نتائج البرنامج. حضرتك احنا كنا لغايه 2015 احنا كنا بنعاني ان احنا ما عدناش لاقيين نشغل المحطات بتاعتنا، جينا عملنا المحطات القدره الفائقه الموجوده دلوقتي كده، احنا عندنا اقصى استخدامين عند 31 جيجا وات، احنا عندنا قدره ب 58 جيجا وات، ده كله من نواتج البرنامج. البرنامج هو الحاجه الاساسيه اللي مخليه مصر تستند عليها دلوقتي، وهو شبكه الامان الحقيقيه للاقتصاد. بالفعل، أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، شكرا لك.